احتضن معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بمدينة الرباط مساء يوم أمس السبت النسخة 11 لمنتدى الجمعية المغربية للطلبة المهندسين الزراعيين. دورة هذه السنة والتي تحمل شعار التكنولوجيا الجديدة في خدمة الزراعة الفعالة والمستدامة كانت فرصة لتواصل الطلبة المهندسين مع الفاعلين المؤسساتين والخواص والباحثين ومهني القطاع من أجل الاطلاع على مستجدات ومتطلبات سوق الشغل. وعلى هامش هذا المنتدى نظم معرض حول مستجدات القطاع الفلاحي أشرف على افتتاحه السيد محمد صديقي الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري وقد شارك فيه العديد من المؤسسات والشركات والجمعيات الفاعلة في قطاع الفلاحة والتنمية المستدامة. بالنسبة للمعهد الوطني للبحث الزراعي هذه كانت مناسبة باش يشارك مرة أخرى كعادته كل سنة في مع الإخوان الطلبة المهندسين الجدد في هذه الجمعية المغربية لطلبة المعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة. وكانت هذه فرصة باش نوضحوا للطلبة ما هي مستجدات البحوث وما هي الأنشطة البحثية التي يقوم بها المعهد الوطني للبحث الزراعي. بأن المعهد الوطني للبحث الزراعي الآن عنده أزيد من 100 سنة يعني منذ 1914 إلى حد الآن والبحوث الزراعية متواجدة الحمد لله في المغرب. وهذا مكن المعهد باش يتوصل على واحد العدد كبير وعدد هائل من النتائج وكذلك من المعلومات اللي تم نشرها في عدد كثير من المقالات عدد كثير من الجرائد سواء على صعيد الوطني أو الدولي.